اهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من حلقات سر النجاح. انا معاكم حسن مغربي. اهلا بكم كل مشاهدينا الكرام في كل محافظات مصر، اهلنا وناسنا. في برنامجنا سر النجاح تعودنا ان احنا نقدم الدعم الكبير جدا لاهلنا وناسنا ولشبابنا في الشوارع وفي كل الاماكن للنجاح والوصول للاهداف بتاعته. النهارده حلقتي مميزه جدا وهي تصنيفيا عن الرياضه ولعبه كره القدم. لعبه من الالعاب الرياضيه المهمه جدا، ولكن النهارده بينورني في الاستوديو طبعا لاعبين مهمين جدا من الناشئين اللي تصاعدوا لفرص مهمه جدا في النجاح. ولكن قبل ما ارحب بيهم في الاستوديو برحب بالكابتن محمود عبد اللطيف، رئيس مجلس اكاديميه رئيس مجلس اداره اكاديميه الحريف. اهلا بك كابتن محمود. اهلا يا كابتن حسن. يعني انت النهارده منورني في برنامج سر النجاح، يعني اطلاله مميزه جدا وحلقه انا بشوف ان هي من الحلقات المميزه جدا. حبيبي يا كابتن حسن، انا شرف ليا ان انا موجود مع حضرتك النهارده ان شاء الله. ربنا يخليك. طبعا منورني في الاستوديو ابراهيم، اللاعب ابراهيم عبد السلام. منورني يا ابراهيم. اهلا بيك. رحب كده بالمتابعين معاك بالمايك. مرحب بيكم. انا اسمي ابراهيم عبد السلام، مواليد 2007، بلعب في نادي القناه، وان شاء الله فرصتي ان شاء الله ان انا اصعد فريق اول والعب في الممتاز ان شاء الله قريب. تمام. معايا اللاعب الثاني طبعا محمد عادل سليمان. محمد ازيك يا محمد؟ الحمد لله. صباح الخير عليك الاول. محمد بقى انت يعني من الشباب الناشئين الحلوين كده في مركز ومدينه القصين محافظه الاسماعيليه. انت منورني النهارده يا محمد في الاستوديو. حبيبي. انت عامل ايه؟ الحمد لله. انت عندك كام سنه يا محمد؟ سبع سنوات. صح كده؟ بتلعب كرة قدم من امتى بقى؟ بقالك كام سنة؟ سنتين. بتتدرب في أكاديمية ايه؟ الحريف. الحريف مع كابتن مين؟ محمود. كابتن محمود عبد اللطيف؟ اه. هو طبعا اللي واقف معاك على طول بيقدم لك بقى الدعم الكامل والكلام ده كله. ايوه. نفسك تبقى زي مين بقى يا محمد؟ محمد عواد. محمد عواد. مرة واحدة كده ولا كذا مرة مع بعض؟ منورني يا محمد. كابتن خليني انتقل ليك في حاجة مهمة جدا، وهي أنت بتختار المواهب ازاي؟ أكاديمية لها شأن وكيان كبير جدا ومرجعية مهمة جدا، بتختار الموهبة ازاي ما بين الأعداد الكبيرة دي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أنا ليا الشرف إن أنا موجود مع حضرتك أستاذ حسن. ربنا يخليك. ثانيا تنقية المواهب أو اللعيبة الكويسة مش مجرد أي حد يختار لعيب كويس، لازم يكون حد عنده خبرة وحد عنده علم، لازم من ممكن لعيب من نظرة واحدة أو من لمسة واحدة بيبان إن هو لعيب كويس، فأنت تبدأ تحط عينك عليه بفتره معينه او بسيطه، هل اللاعب ده فعلا يقدر يلعب في انديه ويبقى لعيب كويس ويقدر يبقى لعيب محترف ولا لا؟ يعني معايير وفق خطه منهجيه. يكون حد مثلا ليه نظره كده بيفهم ان ده هيبقى موهبه كويسه ولا لا. هو حسب الشخصيه او المدرب اللي واقف هو اللي بيشوف بعينه. تمام. زي كشافه كده بيبص على لعيبه، فطبعا اي اختبارات او اي حاجه بتتعمل زي كده المدرب اللي واقف هو اللي نظره بيعرف اللعيب كويس يعني ومش كويس. طبعا يعني يا كابتن محمود خليني اسالك في حاجه مهمه جدا، وهو ان الحاجات دي بتاخد من المدرب او 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 صاحب الاكاديميه مجهود شاق كبير جدا طبعا في اختيار كوادر زي كده. طبعا. بتشوف الموضوع ده ازاي؟ والله انا بشتغل مع مجموعه مدربين محترمين معايا في الاكاديميه مش انا لوحدي. في معايا بتاع 10 مدربين شغالين معايا ما شاء الله، كلهم برضو عندهم علم واخدين دراسات برضو في كره القدم ولعبوا انديه، يعني لعبوا في كره وكده، فاهمين طبعا، فاهمين ان عينيهم حلوه ان هذا الناشئ او اللي لسه جاي ده هل هيبقى لعيب كويس ولا هل هيتطور هيبقى لعيب كويس ولا هينفع يلعب في انديه ويفيد الكره في مصر ولا لا. تمام. فطبعا في مجموعه معايا شغاله على الموضوع. لو هنسالك كابتن محمد ازاي بتقدر تاهل اللاعبين لمنتخب مصر؟ بيتم التاهيل ازاي وفق معايير شكلها ايه بالظبط؟ الموضوع مش سهل، يعني الموضوع مش سهل ان انت توفر لعيب يلعب في منتخب مصر، حاجه مش سهله، الموضوع كبير، في تعب مجهود، الولد نفسه بتشتغل عليه من سن محمد كده، يعني محمد عنده 7 سنين دلوقتي، بتبدا تشتغل عليه بتهيئه من نفسيا وبدنيا وفنيا، لازم يبقى لعيب من صغره كده يعرف يعني ايه احتراف، ما مش هي جاي يلعب شويه وخلاص او جاي يتمرن وخلاص، لازم نحط في الولد من صغره انت يا بابا دلوقتي جاي تتعلم اساس كره القدم، اساسيات كره القدم. بكره ان شاء الله لازم تفكر ان انت تبقى لعيب مثلا في نادي صغير، المرحله بعدها نادي كبير، انت في مرحله الناشئين لازم تركز ان انت في سن صغير تلعب فريق اول،
انا مش مع اللعيبه اللي هي عنده 18 سنه يلعب في الاول. يعني اللعيب كويس من سن 16 سنه يلعب في الاول ده اللعيب كويس اللي هو فعلا ينفع يبقى حاجه في المستقبل. هنروح لحته التاهيل الاخلاقي والنفسي، ودي يعني دي حاجه من العوامل اللي انا بشوف ان هي مؤثره جدا في شخصيه الناشئ. صحيح. بتتعامل مع الموضوع ده ازاي؟ وانا بشوف ان هو ماده حساسه جدا الاخلاق والعامل النفسي ده تحديدا. مش اي لعيب بتقدر تهيئه نفسيا او اخلاقيا، في لعيبه كتير جدا ما شاء الله موهبتها كبيره جدا، وفي امثال يعني امثال كتير موجوده لعيبه بتبقى كويسه جدا بس عشان اخلاقه مش كويسه او نفسيا مش كويس فما بيقدرش يفيد نفسه او يفيد يعني مستقبله. فهو اللعيب لازم اولا واخيرا لازم يبقى اخلاقه كويسه. لازم، او هو حتى محتاج حد يوجهه ان انت يا ابني لازم يعني انت عايز تقول ان هو التوجيه السليم. التوجيه هو التوجيه من صغره ان الولد يا بابا انت عايز تبقى لعيب كويس لازم تبقى اخلاقك كويسه، لازم تصلي، لازم تلتزم، لازم طبعا ما ينفعش الفاظ اي الفاظ لزميلك او تيجي وفق محاور بالظبط كده. لازم من صغره يتعلم حاجات ده عشان عندنا مواهب كبيره كتيره ضاعت بسبب ان هم ما عندهمش الاخلاق الرياضيه او الاخلاق الكويسه لذلك. نروح طبعا لمداخله مهمه جدا وهي الدكتور محمد موسى المستشار القانوني لاكاديميه الحريف. اهلا بيك دكتور او كابتن محمد موسى، منورني. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. يعني منورني في برنامج سر النجاح، صباح الخير على حضرتك. صباح الخير وصباح الخير على حضرتك وعلى ضيفك الكريم. منورنا طبعا في الاستوديو كابتن صديقك طبعا كابتن محمود عبد الله لطيف رئيس مجلس اداره الاكاديميه، وعلى يميني ابراهيم عبد السلام اللاعب المميز واللاعب محمد عادل. اهلا وسهلا بضيوف حضرتك الكرام كابتن محمود وضيوفه الكابتن ابراهيم والكابتن محمد عادل. حبيبي يا دكتور. في البدايه استاذن حضرتك ان انا حابب ان انا يعني ارحب بالساده المشاهدين وارحب بضيوفك الكرام وارحب بحضرتك طبعا. قناه حضرتكم يعني القناه اللي احنا بنتكلم فيها القناه الاعلاميه المحترمه. حابب في البدايه اوضح حاجه مهمه جدا ان انا هتكلم مع حضرتك بصفتي ولي امر مش بصفتي مستشار قانوني. انا نجلي ابني مصطفى بيتدرب مع الكابتن محمود في اكاديميه الحريف، وبصراحه احنا لو اتكلمنا عن الكابتن محمود هو طبعا مشهور الكابتن محمود كوتكوت معروف بكده يعني. تمام. هو ده اسم الشهره الرياضي بتاعه. الاسم الرياضي ما هي اسماء رياضيه كتير جدا مطروحه على الساحه يعني. لكن بصراحه اكاديميه الحريف هو المدير الفني ليها ورئيس مجلس ادارتها وهو المدرب المعتمد المسؤول. انا بصراحه وبعدين يا كابتن في حاجه مهمه جدا وهي من الاكاديميات اللي متواجده في الاسماعيليه ثابته وجودها النهارده يعني. لا يعني احنا النهارده بنتحدث باستفاضه كامله بالورقه والقلم من الـ 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 الاكاديميه من ضمن الاكاديميات المهمه جدا. لا ده انا عايز اقول لحضرتك حاجه، احنا بنتكلم من واقع عملي مش بنتكلم كلام نظري انشائي. انا بتكلم عن اكاديميه بالورقه والقلم خرجت اجيال لعبوا في انديه كبار جدا يعني لعبوا في الاسماعيلي وفي القناه ولعبوا في الزمالك اكاديميه محترمه بمعنى الكلمه. ازاي بيعرف يتعامل مع البراعم مع اولادنا بعلمهم رياضه صح بعلمهم اخلاق الرياضه قبل الرياضه ملتزم معاهم. احنا بنحضر التدريبات وبنشوف التوجيهات وحضرنا في اكاديميات كتير اللي لنا في فرق جامد بصراحه. يعني احنا مدينه القسطنطينيه الجديده كاحدى مدن محافظه الاسماعيليه بصراحه اصبح ليها شان في كره القدم بسبب اكاديميه محترمه بيديرها كابتن محمود. دي حقيقه وده حق يعني نشهد بيه. احنا عندنا براعم وعندنا مواهب جميله جدا الحمد لله. ما انا لسه بقول للكابتن برضو يا كابتن محمد يعني بقول للكابتن محمود ان انت عندك اعداد كبيره جدا، ازاي بتقدر ان انت تختار الموهبه من ضمن الكوادر دي كلها؟ شوف حضرتك يعني حضرتك اثرت نقطه غايه في الخطوره غايه في الاهميه. فعلا لو اتكلمنا على الاعداد هو في اعداد وفي تكالب وتكاثف على الاشتراك في اكاديميه الحريف لكره القدم. ده ليه؟ لان المدرب بصراحه راجل عنده ضمير عنده اخلاق زي ما قلنا. طيب احنا بنتكلم في جزئيه ثانيه باقل الامكانيات المتاحه الراجل بيأدي ما عليه. احنا بنتكلم بيدرب على ملعب خماسي ومن هذا المنطلق انا بنتهز الفرصه دي لو حضرتك سمحت لي. اتفضل. من خلال هذا المنبر الاعلامي ومن خلال القناه المحترمه بتاعتكم انه بنناشد السيد محافظ الاسماعيليه وده راجل راعي للرياضه والرياضيين طبعا يعني سياده اللواء فهمي بشاره محافظ الاسماعيليه شريف فهمي بشاره بنناشد الساده المسؤولين عن الرياضه في الاسماعيليه الساده اعضاء البرلمان. احنا عندنا ملعب حضرتك 11 لاعب الراجل كابتن محمود اللي قاعد مع حضرتك بيدرب الكثافه العدديه دي كلها في وقت واحد ومنظم وقته وعلى قدر المستطاع على ملعب خماسي.
حين ان في ملعب 11 ملعب رئيسي بقالنا سنه تقريبا بيعد ويجهز عشان يعد تأهيله بقالنا سنه ويزيد عن سنه. انت عايز تقول في الجمله المختصره ان انت يعني بتناشد الجهات المعنيه بتوفير وسرعه اتخاذ الاجراء في تلك الملعب. خلصان استاذ حسن، هو ناقص حاجات بسيطه خالص يعني. خلصان الملعب بقاله فتره كبيره. كابتن محمود بيقول لك كمان الملعب خلصان، هو ناقصه حاجات يعني اللي هو اللمسات الفنيه نقدر نقول لك يعني. انا بتكلم في حاجه فرش النجيل الصناعي، حاجات رطوش بسيطه نهائيه. الراجل بيجاهد بقدر ما هو متاح له من امكانيات ومطلع فعلا ناس لعيبه محترمه زي ليها تاثير طبعا يا كابتن محمد، ليها اضافه مهمه جدا يعني. اكيد انا النهارده بقول حضرتك ايد لوحدها ما بتسقفش طبعا، واذا اردت ان تطاع فهو مرجوم من استطاع. الراجل النهارده انا مطلوب مني خرج لي ابني كلاعب محترف رياضيا في كره القدم، اوفر له على الاقل امكانيات، والامكانيات متاحه. مش هنكلف في المحافظه حاجه ولا هنكلف في الدوري حاجه، اقل يعني احلامه انه هو يطمع بملعب يجري عليه الرياضات المختلفه ليه. بالظبط كده حضرتك. نقطة تانية حابب أضيفها برضه عشان ندي الراجل ده حقه للأمانة، أنا بتكلم في إنه عندي الأساطين ولادة بالمواهب في طبعًا مجال طبعًا. كرة القدم على مر التاريخ مركز ومدينة القصيم بمحافظة الإسماعيلية بيطلع نماذج كتير جدا موجودة النهاردة بتفيد الأهل والناس والمجتمع. ده حضرتك النهاردة ده لو اتكلمنا في مجالات كتيرة جدا عظيمة والتاريخ يشهد بذلك، إحنا عارفين تاريخ ونضال شعب القصاصين طبعا طبعا. اسالوا التاريخ يعني، اسالوا التاريخ واستقبالوا الحافل في القصه اللي كلنا عارفينها للملك فاروق، انما قام يعني تعرض لحادث. احنا عارفين موقف ابناء القصاصين مع وفي نقطه مهمه جدا، بيزرع في اللعيبه بيزرع في ابنائهم حب الوطن وانتماء للوطن، ودي مهمه جدا. ما بيفصلش ان الرياضه عن حب الوطن، والكابتن محمود برضه بيمتاز بيها انه بيزرع الاخلاق الدينية والسياسية والانتماء للوطن قبل الرياضة، عشان النهاردة اللاعب ابننا لما بيتنشأ من صغره، يعني الابن لما بيطلع زي ما سألتك دول في سن البراعم، وبالتالي هو الابن بينشأ على ما اتعود عليه. أنا بسيبه النهاردة ثلاث أيام في الأسبوع ساعة أو ساعتين بيشرب من الكابتن بتاعه كل ما هو صالح، ولو الكابتن بتاعه لا مؤاخذة في الكلمة سيء أو فاسد في الخلق هيشرب منه كده. فاحنا بنودي ابنائنا ونحن مطمنين عليهم. كابتن محمود الاكاديميه كاكاديميه محترمه بتستقبل كل الاجيال، ما بقولش لحد لا على قدر ما هو متاح، بس احنا النقطه اللي انا اتكلمت حضرتك فيها ديت اني نتمنى ان الساده المسؤولين يعني نظره بعين بضم طبعا صوتي لصوتك المستشار القانوني لاكاديميه الحريف، كنت منورني الاستاذ محمد موسى، شكرا لحضرتك. طبعا بنضم صوتنا من خلال برنامج سر النجاح مع صوت الكابتن محمود عبد اللطيف والكابتن طبعا والمستشار القانوني محمد موسى بتوفير وسرعه اتخاذ اللازم في موضوع الملعب في مركز ومدينه القصاصين في مركز شباب القصاصين بمحافظه الاسماعيليه. حاجه مهمه جدا يا كابتن حسن برضو ان الملعب ده هو الاساس اصلا، لا ده اللي بنشتغل عليه. انا بقالي بالظبط من ساعه ما اتعمل مزايده اعلانيه على اكاديميه في مركز شباب القصاصين والحمد لله اخذتها، اتفق معايا ان خلال 3 شهور الملعب هيخلص. انا دلوقتي بقالي سنه ونص والملعب ما خلص، ودي حاجات طبعا بتاثر بالسلب على جدا. انا السنه اللي فاتت بمرن على ملعب خماسي دلوقتي موجود الاستاذ اشرف عبد الرحيم يعني الله يبارك له، موفر لي الوقت اللي انا عايزه في الملعب الخماسي، بس برضو انا عندي فرق كبيره، ناس كبيره زي ابراهيم عايز يلعب على ملعب كبير، فطبعا بضطر ان اخدهم في اماكن ثانيه. بشكر الاستاذ محمود النجار رئيس مركز شباب الهيش بصراحه، طبعا ليه كل من غير ولا جنيه يقول لي الملعب بتاعك من غير ولا جنيه المهندس محمود النجار. بس هي المشكله ان المواصله بتاع ساعه الا ربع لعهد الهيش رايح مثلا عشان اروح ساعه الا ربع وانا ارجع ساعه الا ربع، فنص اليوم بيضيع يعني. انا عايز الشباب في الاستوديو يعني في صور معانا نعرضها على الشاشه برضو كابتن محمود. طبعا دي كانت في حفله كده للاولاد عاملينها، كان دوره رمضانيه كده دي في مركز شباب القصيم محافظه الاسماعيليه بالظبط. دي المجموعه بتاعتي طبعا رجالتي اللي انا ربنا يكرمهم كده ان شاء الله واشوفهم في احسن انديه في مصر طبعا طبعا. فدي ده فريق 2009 نادي كره القصيم، لسه هقول لحضرتك ان انا خدت نادي كره القصيم، خدوا مركز ثالث الاسماعيلي الاول النوبي الثاني انا الثالث. اول سنه يلعبوا ملعب كبير واول سن يعني من الاكاديميه يلعب دوري دوري المنطقه، ودي مع دول الكباتن اللي كان شغال معايا طبعا كابتن احمد وكابتن وليد، دول طبعا دول بقى الناشئين بتوعنا الابطال ابطال المستقبل رجالتي. كابتن حسام طبعا راجل محترم شغال معايا،
فبصراحه انا يعني بشكر الناس دي كلها. يعني انت عملت مجهود ممتاز يعني. والله شغالين يا كابتن محمود كانت ان ملعب خماسي ده بصراحه اسال اي مدرب يقول لك ما ينفعش تشتغل ملعب خماسي. في ناس كبار عايزين يتعودوا على الملعب الكبير، وقفته في الملعب الكبير ازاي، يتعلم برضو مركزه ايه، يتحرك ازاي، يلعب ازاي. فطبعا ده قبل ما اطلع فاصل بقى حته صغيره جدا، وهي نظرتك المستقبليه لمحمد عادل. محمد عادل انا ما شاء الله احنا رحنا اختبطت نادي الزمالك من اول دقيقتين. الراجل ما شاء الله قال لي ده ما ينزلش اختبارات تاني، ده خلاص معايا يعني. حتى لما رحنا اختبارات مقاولين نفس الكلام، قالوا لي لا احنا هناخده، قلت له ده قبل في الزمالك، قال لي لا احنا هناخده. فالاثنين بيتخانقوا عليه. انت عايز تلعب فين يا محمد؟ طيب الزمالك. امسك المايك، امسك المايك محمد. عايز تلعب فين؟ عايز تلعب فين؟ الزمالك. في الزمالك. هو مقرر انه يلعب في الزمالك. انت قرار ثابت ده. فموهبه محترمه وموهبه كبيره. ابراهيم بقى، لو ننتقل لابراهيم. ابراهيم ما شاء الله يعني، ابراهيم من ساعه ما فتحت الاكاديميه شغال معايا من 5 سنين تقريبا. ما شاء الله موهبة كبيرة جدا، مش عايز ابالغ لو قلتك يلعب في احسن اندية في العالم. موهبة محترمة، فبنحاول برضه نوجهه على قد ما نقدر. هو دلوقتي بيلعب في نادي القناة، نادي كبير، بنقدم ليه كل سبل الدعم الممكن. بالظبط كده. والراجل بصراحة ما شاء الله عليه يعني، بيرن عليه من الساعة 3 في عز الحر ده يقول لي يا كابتن انا عايز اتمرن. تمام. يعني كابتن محمد لسه مستمرين، خليكم معانا بعد الفاصل في برنامجكم سر النجاح. إنشاء شبكات الري له أصول وقواعد في التخطيط والتنفيذ، سواء المزارع أو المشروعات الزراعية. عشان كده شركة 2H للمقاولات العامة واستصلاح الأراضي هتكون معاك خطوة بخطوة، وهتقدم لك كل اللي هتحتاجه من معدات وتكنولوجيا لازمة لأرضك. خلال الفترة الأخيرة شركة 2H للمقاولات العامة واستصلاح الأراضي قامت بتنفيذ وتخطيط عمليات البدء لأكثر من أرض، وأنشأت كتير من المزارع الكبرى والصغرى تحت قواعد متميزة على إيدين خبراء واستشاريين مميزين. خليك في المكان الصح، وعشان انت اخترتنا لازم نكون قد المسؤولية دايما، وعمرنا ما هنغزلك. معانا هتلاقي كل اللي انت محتاجه من غير ما تتعب ولا تدور كتير، وده عشان نقدر نقدم لك الخدمة اللي تستحقها. كل اللي عليك تعمله انك بس تتصل بينا وتسيب الباقي علينا. كلمنا دلوقتي وما تشيلش هم أي حاجة، لأننا هنا عشان نوفر لك وقتك ومجهودك. للتواصل على 0137 60 710. شركة 2H للمقاولات العامة واستصلاح الأراضي، اسم كبير في عالم استصلاح الأراضي. ورجعنا لكم تاني في برنامجكم سر النجاح، انا معاكم حسن المغربي. لسه مستمرين في الحلقه المميزه جدا، وبينورني طبعا محمد عادل سليمان اللاعب الناشئ المميز جدا، وابراهيم عبد السلام اللاعب المميز جدا. وشرفنا طبعا في اطلاله مختلفه جدا ومهمه، وحضور مميز رئيس مجلس اداره اكاديميه الحريف كابتن محمود عبد اللطيف. منورني يا كابتن. يعني انا رجعت لك بعد الفاصل، ولكن خليني اسالك سؤال مهم جدا، وهو يعني ممكن بيكون ما بتطرحش على الساحه في البرامج سواء كانت الرياضيه او الاجتماعيه، ايه الاخلاق اللي المفروض يتحلى بيها اللاعب الناشئ؟ اللاعب الناشئ او اللاعب عموما. عموما يعني. بس هو برضه من الناشئ كابتن، هو دايما من الناشئ. ان هو يبقى عنده روح رياضيه. تمام. سواء في المكسب او الخساره. في المكسب لازم يتواضع، في الهزيمه لازم برضه يبقى عنده روح رياضيه ويبارك للمنافس عادي. انا لسه كنت بقول لي على عبد السلام برضه، سواء كسبت لازم ابقى متواضع، خسرت اروح اسلم على برضه على المنافس واقول له مبروك مفيش مشكله. لازم نعود اولادنا من الصغيرين من كده عشان يكبروا على كده. احنا مشكلتنا ان احنا دايما في مصر هنا بنشوف دايما القدوه الاهلي والزمالك، دايما ماتشات الاهلي والزمالك فيها مشاكل، فيها حاجات ما ينفعش الواد الصغير يشوفوها. طب لما كبار النادي الاهلي والزمالك يعملوا كده، طب الانديه الصغيره او الولاد الصغيرين يعملوا ايه؟ فطبعا هي انطباعات. فطبعا احنا عايزين ناشئ من دلوقتي، من ناشئ نعوده ان في حاجه اسمها روح رياضيه. لازم يروح لكده زي ما بنشوف في اوروبا كده، الماتش بيخلص الخسران بيروح للكسبان بيقول له مبروك، والكسبان بيروح للخسران بيقول له هارد لك. ده اللي احنا عايزين نفسنا نشوفه في اللعيبه بتاعتنا وفي الدوري المصري عموما. انت ممارس في مهنه مهمه جدا، وهي مهنه الكره الرياضيه. بتشوف ازاي ان انا اقدر اطور لعبه كره القدم؟ التطوير ممكن يبدا منين؟ والله يا كابتن هي مش حاجه واحده بس، هي من كل عده جوانب. بص يا كابتن، هو الانديه، اتحاد الكوره، الجماهير، الاعلام، كل ده كابتن مسؤول ان هو يطور كره القدم في مصر. احنا بنشوف دول الخليج دلوقتي ما شاء الله يعني زي اوروبا دلوقتي، احنا مش اقل منهم. احنا عندنا امكانيات وعندنا كل الطرق، عندك كل الموارد متواجده يعني. لازم كله يبقى على ايد رجل واحد. نتكاتف مع بعض،
دي بلدنا ولازم ان شاء الله ربنا يكرمنا كده نطور من كل اللي يقدر يعمل حاجه يعملها بضمير ومسؤوليه واحنا كلنا بلدنا لازم ان شاء الله ربنا يكرمنا كده ونخليها احسن من اي بلد في الدنيا. الاهل والناس والبيت والبيئه مهمين جدا في نشء لاعب مهم جدا. انت بتشوف العامل بما ان هو كبير جدا عن البيت اللي خرج الناشئ او اللاعب بتشوف الحمل عليهم بيكون ازاي؟ هو كابتن نصه على الاسره ونصه على المدربين اللي شغالين. يعني دايما الاسره لها 80% مش هقول 50% 80% هم اللي شايفين الولد في البيت بينام بدري ولا لا، بياكل كويس ولا لا، ملتزم ولا لا، بيتابع معاه في الصلاه ولا لا. طبعا هو بيجي عندي ساعتين مش 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 هشوف كل ده، فطبعا الاسره هي الاساس. الاسره كويسه اللعيب هيبقى كويس. الاسره بقى فيها خلل طبعا هنشوف بقى لعيب مش سوي يعني بمعنى الكلمه. تمام، خلينا ننتقل معاك في حاجه مهمه جدا، يعني مواعيد بقى اولياء الامور الحفاظ على صحه الاطفال والكلام ده كله، بتشوف الموضوع ده ازاي؟ بنتكلم بصراحه انا حابب اشكر كل اولياء الامور اللي معايا، ناس محترمه جدا، ناس ملتزمه جدا. طبعا اهلنا وناسنا ليهم كل الشكر والتقدير والاحترام. بيتعاملوا معانا جدا، مش عايز اقول لك والله ماتشات خارجيه بيروح معانا، اختبارات في هنا في نادي الزمالك بيجوا اسماعيليه جم معانا. الناس بصراحه ما شاء الله، يعني محمد صلاح عامل طفره في الشعب المصري كله. كله نفسه ابن يحقق حلم ابنه. اسلوب رياضي محمد صلاح يعني لا يختلف عليه احد، كلنا زي محمد صلاح. كل الشكر طبعا والتقدير والاحترام الكابتن العالمي طبعا، ربنا يزيده يا رب كده ونشوفه دايما كده في دايما في ابداع وفي تالق في نجاح. ادى حلم لكل ولد عندنا ان هو ليه لا، ليه لا، كلنا زي محمد صلاح في ارياف وعايشين كده عادي. الولد دلوقتي تيجي تكلمه يقول له يا كابتن انا نفسي ابقى زي محمد صلاح. فطبعا اخذوا الموضوع مش صعب، اخذوا كوره محمد صلاح حقق حلم محدش يعني كان يتوقع ان محمد صلاح يوصل اللي هو فيه. دلوقتي بنقول الولد وطلع منين كابتن محمد صلاح؟ من بسيوط جرجا. معلش يعني بقى يعني زينا. ده بيدل ان الريف دايما بيطلع يعني ناس عبقره امدوا العالم كله بخبرات عبر التاريخ. العلماء والناس ما شاء الله اللي هم النبذه في مصر قلتلهم الارياف. فادى حتى حلم ان ليه لا، ليه ما بقاش زي محمد صلاح. فاي ولد دلوقتي تيجي تكلمه يقول له يا كابتن انا عندي حلم، انا عندي حلم، عندي هدف. فطبعا احنا مسؤوليتنا بقى ان احنا نوصل الولد اللي هو للهدف اللي هو عايزه. تمام، نساعده على قد ما نقدر. خليني انتقل بقى للشباب بتوعنا بقى النهارده كده، يعني احنا ما سمعناش منهم كلام كتير جدا، ولكن خليني اروح لك يا ابراهيم. ابراهيم امسك المايك كده عشان تكلم الجمهور وعينك مع الكاميرا كده، وانت بتخاطب فئه من الشباب اللي هم يعتبروا شريحه كبيره جدا من الجيل بتاعك. طبعا انت عندك كام سنه ابراهيم الاول؟ 16 سنه. يعني انت بتخاطب انت نموذج لجيل كبير جدا او شريحه مجتمعيه كبيره طبعاً. جدا بتشوف طبعا انت ما في مدرسه طبعا بتروحها ودروس والكلام ده كله. طبعا صح كده. هل التدريب بيأثر عليك؟ لا طبعا بالعكس، يعني كل حاجه هو مجهود. يعني مجهود ما بين ان انت تربط بين ده وده. طبعا في تنظيم وقت طبعا بين الكوره وبين الدروس. لازم ننظم الوقت برضه عشان وقت التمرين نروح نتمرن، وحتى في الاجازه برضه بنبقى متابعين نحافظ على جسمنا برضه. نحافظ من نتمرن مع كابتن برضه محمود في ظهري على طول، مش مثلا مش بيسيبني، بيقدم كل سبل الدعم. يعني بقدم اللي فيه كل اللي فيه خير. طبعا الفضل كله برضه على والدي ووالدتي، هم برضه مساندين. لما بتنجح بقى نجاح معين كده الواحد بيكون راجع البيت كده عايز يشوف بقى ابوه وامه والاهل والناس واصحابه بقى في الشارع، انت واخد بالك اللي هو انا هو بقى انا نجحت يعني. طبعا انت اكيد حصل معاك الشعور ده. نجح في الاثنين ما شاء الله. طبعا شفت الموضوع ده ازاي يا ابراهيم؟ حتى شفت الموضوع ده برضه ساعه لما خدنا برضه دوري، كسبنا دوري برضه في دوري المناطق عندنا في حافظ اسماعيليه. والده جه برضه نهائي دوري المنطقه. والده طبعا ليه كل الشكر. فدي كانت فرحه كبيره لينا وللفرقه كلها. حتى احنا برضو يعني مش خدنا مثلا، يعني خدنا الفرحة كلنا جميعا، وبرضو رحنا برضو ورجعنا برضو البيت مثلا فرحنا اهالينا. طبعا الفرحة كان مبسوط جدا ان هو كان اول موسم ليه يلعب في نادي القناة، خد دوري المنطقة وكان بيلعب اساسي. اول سنة ليه حاجة من الحاجات المميزة طبعا. والده مبسوط ليه جدا يعني ما شاء الله عليه. حاج احمد عبد السلام بصراحة من الناس الرياضية في القصصين مهتم جدا، حتى بيجي دعمنا معنويا من الناس المحترمين جدا بصراحة. تمام، خليني انتقل بقى لمحمد. محمد انت قلت ان انت نفسك تلعب في الزمالك على طول كده مره واحده، اشمعنى الزمالك بقى محمد؟ بتحب الزمالك عشان عواد ولا عشان عواد؟ عشان عواد. قول لي بقى ماما، يعني ماما وبابا في البيت كده يعني اكيد دايما بيساعدوك بقى ان انت تروح التدريب وبيصحوك بدري والكلام ده كله صح؟ بتوجه لهم رساله بتقول لهم ايه بقى؟ عايز تقول لبابا وماما ايه كده من خلال وانت باصص للكاميرا كده؟ بشكرهم بشكرهم جدا
ايوه بشكرهم جدا وربنا يخليهم لينا واختي خليها برضو وجدو ستي وكمان يكرم ابويا ان شاء الله حبيبي يشوفك حاجه وان شاء الله يشوفك حاجه كويسه يا محمد. شكرا ليكم يا شباب. كابتن في نهايه حلقتي حلقه مميزه جدا، براعم وناشئين مهمين جدا يعني بيخاطبوا شريحه كبيره جدا النهارده من الشباب اللي زيهم او الفئه من اللعيبه اللي زيهم. اخر رساله حابب تختم بيها؟ انا بقول للولاد دايما خلي عندك هدف، عندك طموح، مفيش حاجه مستحيله طول ما انت بتتعب تشتغل على نفسك. اتعب انت بس وسيب الباقي على ربنا، اكيد ربنا ما بيضيعش يتعب حد. دايما بقول للولاد كده، فما شاء الله عندي حتى الولاد بصراحه بيديني حتى دفعه معنويه ان انا اتعب معاهم، وفعلا الحمد لله بلاقي يعني حتى الحمد لله. قلت لك قد ايه لعيبه عندي طلعت من الاكاديميه في انديه مش هتصدقني. يعني مبدئيا في اختبارات الزمالك الاخيره دي 9 قبلوا في اختبارات الزمالك، اختبارات المقاولين 25 واحد طبعا. لسه هيصفوا بس ده عدد كويس جدا. انا الحمد لله بحس ان تعبي ما راحش على الفاضي، ما راحش هدر. بشكرك كابتن محمود عبد اللطيف، كنت ضيفي في برنامج سر النجاح على الدائره المستديره بتاعتنا اللي ما بتتغيرش دي دايما والمهمه جدا اللي هي دايما بيورد عليها كل الناس اللي نجحت وصعدت بافكار مهمه جدا في المجتمع. حبيبي كابتن حسن وانا شرف لي كنت مع حضرتك النهارده. كابتن محمود عبد اللطيف رئيس مجلس اداره اكاديميه الحريف بمحافظه الاسماعيليه، شرفتني. شرفتني. كنت معاكم على مدار حلقه كامله، انا حسن مغربي، استنوني في الحلقه القادمه في رعايه الله وامنه.